അലൈക്കും വഹമ്മി വാർക്കാത്തു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നിസ്കാരത്തിലെ അത്തഹയ്യാത്ത് അതുപോലെ തന്നെ സ്വലാത്ത് ദുആ തുടങ്ങിയത് ചൊല്ലുന്ന രൂപമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കുനൂത്ത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ചൊല്ലി നോക്കാം അത്തു طيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني إنك أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال إني كنوتان اللهم اهدني في من هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك وانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قليت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين